الزاز حسين رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب. كما يعرف العالم، والتداعيات ديال جائحة كورونا أثرت سلبا على واحد العدد ديال المقاولات اللي هي كلها في النظام ديال المطعمة، ومنهم القطاع ديال المخابز والحلويات في المغرب اللي عانى مع العلم أنه يعاني هو ديجا من تكلفة الإنتاج اللي ما واكبتش الظرفية ديالنا الاقتصادية. ولكن رغم ذلك كانت عندنا دائما كنستعدوا بزاف وكنعولوا بزاف على الحلويات، وكذلك على واحد مجموعة ديال الزبناء ديالنا اللي اليوم كلهم قطعوا العمل، منهم الموينين، منهم كذلك المقاهي والمطاعم والفنادق، المدارس، لي كونتين. دونك هنا وقعنا مشكل، الحمد لله كنشكروا صندوق كوفيد شهر 4 و 5 و 6 اللي الاجراء ديالنا المصرحون في الضمان الاجتماعي استافدوا. انما وقع اشكال كبير اليوم في القطاع ديالنا اللي كيعاني بصراحه، يعاني معاناه كبيره. حنا ما نقدروش نوقفوا النشاط ديالنا، حنا ملزمون حتى حنا نخرطنا في هذه العمليه ديال الاحترازيه والوقائيه اللي دايره الدوله مشكوره، يعني السلطات الصحيه والامنيه والمحليه في الصف الاول، وكذلك قطاع المخابز اللي كيتجد واحد الماده حساسه اللي خصها تكون موجوده في المائده المغربيه. اذا المعاناه هي كثيره، ضمن مطالب كثيره، بس تكون عندنا واحد المواكبه، كنعاود نقولها مواكبه اجتماعيه واقتصاديه باش هذا القطاع يعاود ينطلق. لان اليوم مع الازمه اللي كانت ومع الظروف اللي كيعيشها القطاع المخابز راه نعاني كثيرا. اليوم ولينا كنديروا يعني التدوير ديال الشغل، يعني واحد المجموعه ديال العمال ديالنا ما نقدرش كلشي نعلي نخدموا كلشي، حاولنا اننا كنخدموا، ولكن العمال ديالنا اللي كنعتبرهم شركاء كيقدروا الظرفيه الاقتصاديه اللي كيعيشها القطاع وكيعرفوا المعاناه اللي كيعيشها. ولكن رغم ذلك حنا لا زلنا منخرطين، لا زلنا نؤمن ان المستقبل جاي، والحمد لله البلاد هي غاديه كما كتشوفوا. الحمد لله اليوم الاقاليم الصحراويه ديالنا الجنوبيه ها هي في امن وامان تحت الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو. فاحنا تنقولوها، والدليل على ذلك انتم كتشوفوا راس السنه ديال هذا العام يعني غيكون يعني كاتاستروفيك، يعني سنه يعني صاعقه بامتياز، وكيد هذا الشيء راه عام، اذا عمت هانت. ولكن حنا كنشوفوا القطاع ديالنا عانى كثيرا، مازال اليوم اللي قلت لك واحد القضيه، الاغلبيه رقم معاملات نزل اكثر من 50%، والناس كتعيش ازمه اليوم، عندها مشاكل مع المصاريف البنيويه الثابته بما فيها الضمان الاجتماعي، الضرائب، بما فيها كذلك المعاناه مع الموينين، بما فيها كذلك القروض. كاين الناس اللي ديال قرض ديال الاستهلاك سواء ديال السياره او ديال الدار. اليوم جات الظرفيه الاقتصاديه اثرت كثيرا، وهذا هو اللي خلى قطاع المخابز خصو واحد يعني واحد رؤيه شموليه، واحد المواكبه باش يمكن القطاع ديالنا يعاود الدمار. لان اليوم واحد 20%، انا تنعاود نقولها، اليوم كاين تقريبا واحد الا قلت لك فوق 1000، فوق واحد 2000 ل 3000 مخبزه باقا ساده. علاش؟ ما قدراش تنطلق، لان كيفاش غتنطلق وهي غرقه ديون؟ تيقول لك الله ما نبقى سد، ولكن اللي كيبقى فينا هي ديك مناصب الشغل. هي حنا كنخدموا تقريبا فوق ما يقرب من فوق 100,000 عامل، هذا اللي هو قار من غير الغير المباشر من خلال التعاملات ديالنا داخل السلسله المهنيه لقطاع الحبوب اللي كذلك حتى هما راه كاينه معاناه. انا كنقول قطاع المطعم كله، وحنا في اطار الكونفدراليه كذلك المغربيه لمهن الفم، راه كلها تعاني، ديال المطعم تعاني معاناه. ولكن كاين الاولويات في البلاد، كاين السلم الاجتماعي، كاين الامن والامان. تنطلب الله الحد الوباء من هذا الوباء ديال الكوفيد 19 باش يمكن البلاد تعاود ديماري، وباش تعاود ثاني نديروا انطلاقه اقتصاديه في اطار النظام التنموي الجديد اللي نادى به سيدنا. انتم كتشوفوا راس السنه دابا طلبيات ما كاينينش، وزوروا وانتم غتشوفوا. حنا مثلا الحمد لله حنا البلاد ديال التسامح، الحمد لله اللي بغى يحتفل يحتفل، هذاك هذا حق مشروط، لان الدوله ديالنا كتامن يعني بالتوابيد، تنامنوا بالتوابيد ديالها. ولكن راه طلبيات ما كاينينش، يعني ذاك الاقبال ما كاينش، وعاد الزياده على التوقيت. دابا التوقيت 8 د العشيه، الناس يلاه 8 9 د العصر يلاه كيجيو يديو الحلوى باش يحتفلوا مع 12 د الليل.
اليوم ما كاينش. اليوم كتسد انت مع الا بغيت تسد مع 8 راه كنوجدوا من 7، من 7 كنوجدوا باش نسدوا. يعني الانتاج نقص، الرقم المعاملات نقص، الاكراهات باقا هي هي، يعني المصاريف ثابته عليك. وحنا القطاع ديالنا فيه المصاريف كثيره، علاش؟ لاننا نحول ننتج، كناخذوا ماده ديال الدقيق اللي ما بقى، ولكن المواد المكونه لها لا سواء لا في الحلويات ولا في الخبز كذلك، وكذلك اليد العامله، وكذلك المصاريف الاجتماعيه، الضمان الاجتماعي بما فيها لامو في اراك. اذا كاين مصاريف ثابته اللي هي تنهك القطاع ديالنا والمعاناه ديالو. الان عندنا تصور وهو ذاك البرنامج التعاقدي اللي دارت لنا الدوله، ومشكوره في هذا الباب باش يتوقع اللي دارت فيه دراسه استراتيجيه للقطاع ديالنا، واللي الحمد لله كنتظروا باش يتوقع، لانه هو اللي غيدير واحد قفزه نوعيه للقطاع ديال المخابز في حوالي المغرب باش يعاود ينطلق ويزدهر، ونعاود نخدموا كذلك مناصب الشغل كثيره، ونعاود نستثمر. وكنشكر الاخوان ديالنا على الصعيد الوطني، الممثلين ديالنا مساكن ورؤساء المكاتب الجهويه اللي كيعملوا. ونقول لك انا نعطيك واحد المثال، راه جميع عندنا واحد الاشكاليه ديال القطاع العشوائي، وهذا مزوق فك خصكم تركزوا عليه مزيان. الحمد لله انا كنظن عندنا الاعلام ديالنا الحمد لله الاعلام وطني بصراحه وصادق وتهدف، يعني بصراحه انا كنامن بالسلطه الرابعه كتادي المهمه ديالها مزيان. تنقول اودي راه القطاع العشوائي راه اضطر، لا يعقل مقاوله اللي عندها مصاريف ثابته بنيويه واللي كتخضع للقانون في اطار، يعني كنحترموا الشروط الصحيه والسلاميه السلامه، وفي اطار اننا عندنا ترخيصات وعندنا يعني المسائل. واحد كيجي يدير كراج مترو على جوج مترو وكيبدا يقول لك عندي الخبز الدار وخبز البلدي، وما كيعطيو لنا السم، كيطيبوا الخبز في واحد فران قصديري ديال 1000 درهم، وحنا كنطيبوا فران ديال 40 مليون. حنا كنطيبوا بالحراره ديال 250 درجه، وهما كيطيبوا بحراره ديال الغاز. لا قدر الله غير شي شمعه لداخل ديال الغاز طفات، راه كيمشي مباشره داك الغاز كيمشي لذاك الخبز وكيولي مسموم. اذا صحه المواطن في خطر. اذا قلت ونعطيك واحد المثال، الجامعة القطاع العشوائي راه في المغرب كله. انا نعطيك مدينه اليوم ماتت، انا تنقولها في قطاع المخيب، مدينه المضيق الفنيدق التقيبيه، ناس شكايات اللي تتوصلني كيخلعني داك الشيء، الناس وقفات، واحد العدد ديال الناس سدوا، واحد الناس عدد وكتعرفوا الشمال مع الاشكاليه الحمد لله ديال المبادره اللي خدات الدوله مشكوره في هذا الباب على على على, على, على باش تحار داك الشيء ديال المارشي نوار وداك الشيء. المهم وقفات الحركه، ولكن القطاع ديالنا كذلك عانى كثيرا. حنا عندنا مصاريف بنيويه ثابته، خدمتي ولا ما خدمتيش، ما هذا هو، حيت عندنا قضيه التدوير، هذا ماشي قضيه ديال مشروع اللي كتسين انك خصك عاد دير مشروع لا، خصك دير مشروع وتسهر عليه وتخدم 24 ساعه 24 ساعه، ويمكن العائله كلها تعاونك في المشروع، لان هذا مشروع يعني بصراحه يعني داخل في الاقتصادي والاجتماعي. انتم كتشوفوا راه السنه اليوم مع الاخوه ديالنا كيعيطوا، تيقول لك اودي راه، ولكن حنا اش غنديروا؟ ننتظروا. اذا تنتظروا كيف كل ينتظر القطاع كله، قلت لك ديال المطعمه بصراحه راه واكل العصا، ولكن قطاع المخابز في حاله المغرب اللي دائما كيسعى للسلم الاجتماعي وكيسعى كذلك المحافظه على القوى الشرائيه فيما يتعلق باثمنه الخبز. ها انتم كتشوفوا راه الخبز تقريبا راه من 2004، يعني تقريبا 16 سنه هذه، وبقى الخبز الثمن ديالو جامد. ولكن حنا نؤمن ايمانا راسخا اننا حنا مقاوله اقتصاديه اجتماعيه ومواطنه كنسعوا للسلم، لان المغرب اولا.